السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله متتبعي مغارب نيوز. معنا واحد شاب مصري اللي سميتو ميدو، راه غني عن التعريف، غادي يقول لنا الرأي ديالو في المباراة ديال اليوم اللي ديال المغرب وإسبانيا. شوفوا، مساء الخير عليكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله مربوحة كما أنا قلتها في الماتشات الأولانية ديال كرواتيا وبلجيكا وكندا، والحمد لله كان وش حلو عليكم، والحمد لله طبعا، وده ظهر طبعا من خلال الأغنية اللي أنا عملتها يلا يا أبطال، اللي بهديها طبعا لملكنا الغالي محمد السادس والأسرة العلوية وشعب المغرب العظيم ومنتخبنا الغالي. الحمد لله رب العالمين، ما عندناش شك في وليد الرجراجي، تبارك الله عليه، ما شاء الله عليه، دماغ حلوة في الكرة، عارف امتى يهاجم وامتى يدافع وامتى يبدل. الحمد لله ثقتنا بالله واسعة كبيرة ان شاء الله، وثقتنا في كابتن وليد وفي اللعابة كبيرة، لانهم تبارك الله عليهم يعني مولفين اللعب في برا، اكترية اللعابة كلهم بيلعبوا على برا. ان شاء الله اللي بطلبه من الله سبحانه وتعالى الثقة في الله، والثقة في وليد الرجراجي وفي المنتخب ان شاء الله. واللي بطلبه من كابتن وليد الرجراجي ان شاء الله لو جابوا الهدف الاول والثاني يحافظوا على المباراة ان شاء الله باذن الله، باش ان شاء الله نعدي المرحلة الخطرة دي، وان شاء الله المنتخب المغربي يخلع اي حد ويشرف اي حد، واحنا عندنا ثقة فيه كبيرة وسود بمعنى الكلمة، احنا كمصريين واحنا كعرب بنفتخر به. وكيفاش جاكم هما اللي بعزما بقاو، هما اللي بقاو شادين المشعل حتى التومون؟ شوف، هو منذ البداية، منذ اختيار سي فوزي الأقجع بكابتن وليد، وكابتن وليد طبعا هو عارف مزاج الشعب المغربي عايز ايه، وتبارك الله عليه هو حط التشكيلة اللي المغاربة كلهم كانوا بيحلموا بيها، تبارك الله عليه، زياش، حكيمي، يعني بوفال، يعني ما شاء الله اللعابة بونو، يعني حاجة مستوى عالي، مستوى كبير، والحمد لله. التكتيك بقى اللي هو بيعمله، هو انا شايف انه هو راضي الناس كلها، وانا كمتفرج عربي ومتفرج مصري ومغربي عايش في المغرب بقى لي 16 سنة، انا شايف انه هو التكتيك بتاعه تكتيك على اعلى مستوى، وان شاء الله بإذن الله النهاردة هيربح الماتش ان شاء الله. متتبعي الكرام، بان ميدو خرج واحد الاغنية على الفريق ديال المغرب ديالنا، يلا يا ابطال، كلمات عادل بن ناصر والحان صلاح بمسمار وتوزيع الحسين العياطي واخراج فنان الجميل طلال العابد العمراني، وان شاء الله باذن الله تتفرجوا عليها فلاشين ديالي، ويسعدني ان القناه تذيع منها جزء ان شاء الله. مرحبا ميدو، مرحبا، شكرا.